هناخد الاردابيط الحلو ده كده الله، وتعالوا نقطعه ونفصصه. الارنبيط يسموه في دول الشام او في الدول العربيه الزهره، هو عندنا هنا اسمه الارنبيط. شفت الارنبيطيه حلوه ازاي؟ طازه لسه جايه مقطوفه دلوقتي. استخدامك ليها لازم تكون سكينه صغيره حلوه كده بالشكل ده كده. اه الله، ونخش في اعمقها. الله اكبر، دي الزهره. نبدا عشان ما نفصصهاش، ده نفتحها كده فصوص فصوص. الله نعم، انت معاك حق والله. بيقول لي يا شيف الارنبيط ده باكله بحبه، بس مشكلتنا معاه بيعمل لنا انتفاخ. ما عندكش علاج للموضوع؟ يا سلام، من نعم ربنا علينا. البقوليات، الارنبيط، الكرنب، فوائده كتيره قوي، ولكن مشاكله بسيطه وسهله. الكمون، طب ازاي هتستخدم الكمون هنا؟ هقول لك دلوقتي حالا، بس خلينا افصص الزهره دي. ليه سموها الزهره؟ عشان هي شبه الزهره، شبه الورده. تاني، والارنبيط عندنا حكايه زي ما هو كده. التفصيصة دي مطلوبة بهدوء. الله عليك كمان، بسم الله ما شاء الله، ربنا مبارك فيها، تكفي العيلة وحبايب العيلة وجيران العيلة. تاني، لازم تعمليه على طريقتي دي، خلي بالك. انا بحبه جدا وبعشقه مقلي، خليكي تعرفي تعمليه ازاي مقلي. دول كفايه؟ كفايه. ناخد دي نخليها على جنب كده، صوره حلوه معانا، مخرجنا بيحب الصوره الحلوه. عشان اللي جاي متاخر يعرف ان احنا معانا ارنبيط النهارده. هنشيل دي من هنا، وتعالوا نعمل الخلطه بتاعه الارنبيط. ده الجديد بقى، خلطه الارنبيط. نعملها مع بعض ازاي؟ واحنا واقفين كده مع بعض هنعملها لوحدها، وبعدين نضيفها للارنبيط. هي دي التركايه الجديده. اللهم صل على النبي. بروق الدنيا كده، والنظافة مطلوبة أول بأول عشان الدنيا ما تتكركبش على راسك. في بولة تانية، بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر، معايا كده بالشكل ده كده. قليل من الشبت يعالج الانتفاخ ومشاكل القولون، قليل من البقدونس مفيد جدا في الطعم والفليفر. توم، يسلم ايدك يا عم الشيخ. شوية ملح، حلو قوي يا عم الشيخ. معانا كمان من المقادير شوية بابريكا، شوية كمون، قليل من الكركم، والكزبرة، ما ينساش الفلفل الاسود ده مطلوب. كل دي توابل؟ اصبري على رزقك يا امي يا ست الحبايب. حلو قوي لغايه كده، زي الفل. احنا عارفين انت بتعمل ايه يا عم الشيف. بيضه، نشا، تقريبا قد ايه عشان اللي بيسال بالمعلقه اهو، عشان ما حدش يزعل مننا. اذا معانا كميه ارنبيط بالشكل ده تقريبا كيلو، بنحط هنا يا عم الشيف 1 2 3، معاهم بنفس الطريقه 3 معالق دقيق. 1 2 3. تسلم ايدك يا عم الشيف. ماء وتقليبه مش بالمضرب، ونقلب. احتاجت بنزود. تعالي بقى، لو حطيت الارنبيط بالشكل ده في الخلطه دي وجيت تحمريه،
التوبنج او الشكل الخارجي او الغلاف الخارجي او التغليفه بتاعته هتحمر وتاخد لون قبل الارنبيط ما يستوي. نقوم نعمل ايه بقى؟ انا سايب دي للاخر مفاجاه. اهو شفت الخلطه دي؟ اهو اظبط الطعم، اظبط القوام، هوريك القوام بتاع الارنبيط المقلي دلوقتي. مكوناته نشا، دقيق، شويه حب اللي هي الكزبره، شبت، توميه. تسلم ايدك يا عم الشيف. عصره ليمون. هنعمل ايه دلوقتي؟ ببساطه شديده، عنده ميه بتغلى على النار، اللهم صل على النبي. هاخد الميه هنا احطها، مخرجنا الجميل حبيبي، ونحط فيها الارنبيط. شوف هعمل ايه بقى دلوقتي واحنا مع بعض، وعندي ميه بتغلي باخدها كده. انا لو سلقته مش هيبقى له طعم للامانه، ما بحسش ان انا باكل ارنبيط. هناخد الميه المغليه دي كده واتخلص من الغازات بتاعته. اهو واسيبه شويه منقوح في الميه المغليه دي بشويه كمون، واخد شويه ميه على الرز هنا وكده. دي ملهاش عوز عندي، الميه السخنه معايا بتنقذني في الوقت. عندي شويه كمون بسقطهم فين يا عم الشيف؟ الله اكبر عليك، هنا. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الابتكار ده؟ واسيبه كده في هذا النقيع الجميل الحلو. الله، لونه هيتغير ما تقلقيش، انا معايا التوبنج قوي، نشا، دقيق، توم، بقدونس، شبت. من ناحيه انا طبعا نقعته في الماء المغلي بالكمون، ومن ناحيه ان انا الارنبيط زي الكرنب من الورقيات او الدرنيات اللي بتبقى متعرضه للجو والعواصف الجويه، احنا عارفين. فانا كده ممكن تغسليه وممكن تكتفي بالطريقه اللي انا عملتها دي، تبقى لطيفه وزي الفل، لان احنا مش هنستخدم الميه دي، هنصفيه من الميه دي وبعدين نحطه في النقيع ده بعد ما يبرد. بس عشان في رز بقدونس. عينيا الارنبيط على الشاشه، المقادير بتاعته ارنبيط. احنا المصريين عندنا من خير ارضنا الارنبيط بيتكلم مصري. جبنا الزهره الحلوه كما تسمى في الخليج وفي بلاد الشام، عملناها زهره زهره زهرة تلو الزهرة، حطناها في ماء مغلي مخلوط بالكمون وسبناها شوية لغاية لما ندردش مع بعض. الشوربة هنا جاهزة، تعالوا نغرفها مع بعض في الطبق الحلو ده كده زي الفل. ايه رأيك هنا؟ راضي عني؟ تمام، هناخد الشوربة هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايز اقف جنب القلاية بقى واقلي ايه شوية ارنبيط. حكاية، شوف الشوربة نازلة بتتكلم مصر ازاي. هو ده هو ده هو ده. اهو 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 ألف هنا وشفا، خلص الكلام. ناخد بعضينا هنا. بس في تركية أنا عايز أعملها للأمانة، حبيت أعملها مع حضراتكم وأنا واقف كده. الخليط اللي عندنا ده كده ما حبوش خشن في الأرنبيط، عايز الأرنبيط كده يبقى هو سيد الموقف. الخليط ده كده أهو، في بقدونس وفي توم وفي حلويات. حلو الكلام. تعالوا نعمل إيه مع بعض بالهاند ميكسر بتاعنا ده كده. جميل، بقت العجينه ناعمه معايا. زيوت البقدونس مع زيوت الشبت مع الفليفر والكركم والدلع. بس خلاص، لا الشكل اختلف. نعم، حاضر عينيا، أوريك القوام، أوريك العجب. تعال شوف يا حبيبي، بسم الله. بص القوام أهو، ما يقطعش منك أهو. ده في بيض، دقيق، نشا، شوية حب. إيه هو الحب؟ بقدونس على شبت، حبة زعتر حطي، كمون، كزبرة، بابريكا. بيضة في المكونات واحدة بس. ليه واحدة بيضة؟ ما تكتريش البيض عشان ما يجلدش منك لما يطلع من الزيت. كسرة البيض في قلي الأرنبيط معلومة غير معلومة اخواننا بتوع السوشيال ميديا اللي أنا بحبهم، اللي متابعين معانا والمهتمين بالصفحات بتاعتنا.
كسرة البيض في خلطة الأرنبيط يخليه مجلد، يخليه لما يطلع من الزيت يبقى مجلد وقاسي. فإحنا لما نقلل البيض ونكتفي بالنشا والدقيق عشان يبقى كريسبي ولطيف، هي دي الفكرة وهو ده الهدف. الزيت عندنا شديد، نطفي النار دي ملهاش عوزة عشان ما تجيش الفاتورة عالية. حلو، ونقف بقى إيه مع الزيت. تمام، ولكن مخرجنا الجميل عايزنا نروق له الدنيا، ده الطبيعي، عيونه حلوة وعايز يشوف الصورة حلو. اهو حاضر، عينيا، واقف هنا كده. حتى عملية القلي كمان فيها فن، خلي بالك ما ينفعش ان انا انزل بالارنبيط كله على الزيت مرة واحدة، هنشوف نقلي مع بعض ازاي وانا واقف شغال كده. اهو هناخد الحاجات دي كلها ونقف هنا كده. الله، يلا يا حبيبي. هنعمل ايه دلوقتي واحنا واقفين مع بعض؟ هناخد الارنبيط ده نصفيه. نصفيه ازاي؟ اهو بسم الله الرحمن الرحيم. لسه بيدخل، شوف الدخانه طالعه ازاي؟ بص بص، اهو اهو بايديا كده. اهو لسه ما خلصتش، اهو زي ما انا شغال كده. اهو الصوره كده حلوه؟ اهو شيل دي من هنا. حاضر يا فندم. بسمع الكلام ازاي؟ شاطر انا؟ اهو من صغري وانا بسمع الكلام. اهو من صغري وانا بحب المطبخ. اهو نشيل دول كده، اللهم صل على النبي، خلص الكلام. نشيل الميه دي ملاش عوزه. لسه ما خلصتش، اصبر على رزقك بالله عليك. معلقه دقيق باطراف المعلقه كده، ونعمل الحركه دي. شفت الشقاوه دي؟ هو ده. عندك شويه ارنبيط حكايه. الارنبيط كده على فكره يتاكل زي ما هو كده، اوعى تسلقيه. سلقه الارنبيط وقلتيه مش هيبقى حلو خالص، خلي بالك. هي دي التركايه. تاني. احنا ورانا حاجه، نحمر ارنبيط للصبح وناكل ارنبيط بامان وسلام، لان الشيف المغازي حط ايده على مشكله الكولون ومشاكل الكولون. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الاخبار؟ هو ده. شوف انا ماسكها منين؟ في قلب الزيت اهي. يلا بينا. هو ده، يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. سكالوب بانيه. حاضر يا فندم. هنا كده يا فندم؟ تمام؟ حبيبي. اوعى تحطي واحدة على واحدة، أزعل منك. الأرنبيط من الأكلات المصرية المفضلة لدى المصريين لكثرة وجوده وجودته من الأرض الطيبة مصر. الأرنبيط حاجة والبروكلي حاجة. جوعنا، انا عارف. يا سلام، شويه مايونيز، سلطه زبادي بالخيار، كاتشب للاطفال. شفت انا بعمل ايه؟ بهدوء. وانا شغال اوسع اوسع. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. تاني الخلطه دي، فريق العمل من فضلكم، نطلع بمقادير الأرنبيط على طريقة الشيف المغازي والتركاية، وحط إيده على مشكلة الكولون. تاني علشان السادة المشاهدين بس بعد إذنكم. مقاديره بسيطة وسهلة. معلقتين أو ثلاث معالق من النشا، ثلاث معالق من الدقيق، معاهم تومة ناعمة، فص التوم يكون ناعم جدا، بقدونس، شبت مهم جدا بس يكون قليل، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل وبابريكا وكمون وكزبره، كل دول بيتقلبوا مع بعض مع بيضه، بس بيضه واحده. خلي بالك، انا عارف بتحبوا البيض الكتير مع الارنبيط، حتى بيبقى زفر كمان. الله 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 على الحلاوه، الله على الحلاوه.
انا معايا فريق تصوير، معايا فريق تصوير مبدع بيجيب الارنبيط بيتكلم مصري في قلب الزيت. ايه الحلاوه دي؟ اهو. لا احنا مش هنحط تاني، احنا هنطلع الطاره دي وبعدين نعمل طاره تانيه اذا معانا وقت. نجهز طبق التقديم ونصلي على الحبيب قلبك يطيب. الله اكبر. ها؟ قول لي، قول لي ولا تخبيش يا زين. انا اقطعها عينيا عينيا. حاضر. اه البيتزا دي واخده الانظار. الاطفال الحلوين تاني اللي بيحبوا الهوت دوج واللي بيحبوا ياكلوا اللحوم البارده، نعملها بطريقه جديده. انا ضفت بيض هنا للخليط او التوبنج بتاع البيتزا زي ما شفنا مع بعض، وعملنا العجينه بتاعتنا. فكره عمل الطارت، العجينه استوت بس مش بنفس مكونات عجينه الطارت على فكره، مكونات عجينه البيتزا. وخبزنا العجينه بتاعتنا تقريبا 3 ارباع سوا، وبعدين حطينا التوبنج بتاعنا اللطيف الجميل مخلوط بالبيض وشويه حب بين البقدونس من الزيتون من الجبنه، الحاجات اللطيفه دي كلها. وفي الاخر دخلناهم كلهم يستووا مع بعض. وطبعا عشان اطفالنا واولادنا عارفين الشكل الخارجي للبيتزا، الجبنه الموزاريلا مع التحمير على الوش. شايف الارنبيط ودلع الارنبيط؟ شفت التوبنج ازاي او الخلطه؟ اوعي تسلق الارنبيط، نفس مدرسه المغازي. حطيناها في ميه مغليه مخلوطه بالكمون، ممكن عصره ليمون للامانه مفيش مشكله، ممكن انا نسيتها. شفت المصداقيه وصلت لفين؟ بعترف والاعتراف بالحق فضيله. عصره ليمون مع الماء المغلي والكمون، وننقع الارنبيط فيها لمده نص ساعه على ما نخلص الخلطه بتاعتنا. الخلطه تاني 3 معالق من الدقيق، 3 معالق من النشا مخلوطين بالثوم ببيضه بشويه بقدونس بشويه شبت ملح وفلفل وبابريكا، وقلبناهم مع بعض وبدانا ان احنا نحمر واحنا واقفين كده جنب الارنبيط. اه الله، دول حلوين قوي كده زي الفل. نغرف دول، يلا بينا. نعمل بقى زي اللي ايه الكبابجي بقى والمشويات، بقدونس حلو كده لطيف وتتغسل. خلي بالك اللي بيحطوا بقدونس تحت المشويات لازم يتغسل من فضلكم. ليه يا عم الشيف؟ علشان في اطفال. عموما كل حاجه بتجرنش بيها الطبق، طماطم بقدونس الحاجات دي كلها. شفت الشوكه بتطلع منها ازاي زي الشعره من العجين؟ اهو اهو اهو. شفت الجمال ده كده؟ اهو زهره زهره. الله. شويه كمان اكتبي على باب التلاجه بقى خلطه الارنبيط المالي على طريقه المغازي، لان الكراريس والكشاكيل خلصت. نخليهم هنا كده ونحمر شويه. مخرجنا خلص. اهلا وسهلا مع بعض. اهلا وسهلا، احنا في الامان، وجعلنا دايما في الامان. ناخد الارنبيط كده اهو في قلب الزيت. يلا بينا ناخد دي كده في قلب الزيت. خدهم كلهم كده بقى. شفت بقى الشغل اللي هو ايه بيسموه العملي بقى؟ اهو كده اهو كده اهو كده كده السريع يعني. اه لو انت عندك بقى ايه عزومه وعايزه تعملي مثلا ارنبيطين ثلاثه اربعه، ابنك عازم صحابه، جوزك عازم صحابه في الشغل، هناخدهم كده زي ما هما ونقلب كده. شفت الجو ده كده؟ هو ده اهم حاجه، تشيلوهم واحده واحده بقى هنا. كلام؟ اه اه. جيب لي التركايه دي بالله عليك مخرجنا، انا بحبك وانت بتحبني. اهو اه اهو اهو اهو. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ اهو. وانا بقلي في الزيت، هنزل بهم في الزيت عشان نعرف بس ازاي نشتغل كميات كبيره. اه شفتي؟ مره واحده بس، رصهم جنب بعض في القلايه او في الطاسه. ما عندكيش واحده زي دي اقلي في الطاسه بتاعت البطاطس. انزل في الزيت، هو ده. حلقتنا النهارده بساطه سهوله مرونه. قدرنا نوصل للطعم الاصيل. الهوت دوج عملناه بفكر جديد، عملناه بيتزا. الشوربه اللطيفه الحلوه اللي بتتكلم مصري بوجود الرز المصري مع زبادي، قيمه غذائيه عاليه جدا. الصوره على الشاشه تتكلم عن نفسها. معانا ارنبيط كريسبي لطيف، قدمنا معاه المره دي مايونيز. ممكن انت تقدمي معاه كاتشب، تقدمي معاه توميه، تقدمي معاه سلطه زبادي بالخيار زي ما انت حابه. يعني من الاخر الاكلات الشتويه عندنا كل يوم مختلفه الشكل والطعم. يعني رؤيه
فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.